عامر من الصمود، عامر من الانتصار. أهل اليمن، أبناء اليمن في الخارج كما هم في الداخل يقولون لآل سعود، أمريكا، لإسرائيل، اليمن منتصر، الشعب اليمني منتصر، لن يستطيعوا كسر إرادة الشعب اليمني. انظروا، اسمعوا، اليمنيون يفرحون، لن يستطيع أحد أن يكسر صمود هذا الشعب الأبي. نعم، هل ستكون هذه آخر مظاهرة؟ سنبقى صامدون مهما طال العدوان. الشعب اليمني لن ينكسر أبدا، الشعب اليمني متحفز مستعد للصمود عشرات السنين. شكرا لك يا أستاذ إبراهيم.